قبل ما أشارك في وثبة، حياتي كانت عبارة عن روتين ما يتغير، من البيت للدوام ومن الدوام للبيت. لما وصلني إيميل كان هو بالنسبة لي بداية التغيير. عشان شي بعد سنة من البرنامج، أول سؤال سألوني إياه كان: كيف غيرك برنامج وثبة؟ كان رحلة تعلم، خطوة أخرى من خطوات تطوير ذاتي. أكثر شيء أثر فيني أن لاحظت بعد سنة من البرنامج أن طريقة تفكيري تغيرت، نظرتي للأمور وتعاملي مع التحديات اللي تواجهني مثلا سواء في العمل أو في الحياة بشكل عام تغيرت، صارت أكثر فاعلية وأكثر إيجابية. برنامج وثبة يمكنك من أن أنت تستكشف ذاتك أكثر، تتعرف أكثر على نقاط القوة اللي تمتلكها، وتعمل على تحسين نقاط الضعف أو النقاط التحسينية اللي تحتاج تطوير من خلال البرامج المتوفرة، من خلال تنمية المهارات أو زيادة المعرفة أو تنمية المهارات بشكل مستمر، لأن التعلم المستمر هو الغاية وهو الوسيلة للوصول لأي هدف أنت تطمح إليه. البرنامج هذا فتح لي باب آخر من أبواب تطوير نفسي وتطوير مهارات القيادة ومهارات كثيرة أخرى أحتاجها في حياتي الشخصية وحياتي العملية. لو طلبت منك أنك توصف برنامج وثبة في كلمة، شو بتكون هالكلمة؟ الشمولية، التواصل، فرصة. بناء الحاضر وبناء المستقبل. فرصة، هي فرصة للتغيير، فرصة لخوض تجارب جديدة، فرصة بأنك تطلع من منطقة الراحة اللي أنت فيها، فرصة أنك تتعرف على ناس جدد وتزيد من نطاق المعرفة الشخصية اللي عندك، فهذه فرصة لازم الكل يستغلها. شو المهارات اللي تعلمتها من برنامج وثبة؟ مهارات عديدة مختلفة، منها مهارة إدارة الوقت، مهارة التواصل الفعال، بالتحديد إدارة الوقت، لأن إدارة الوقت كانت بالنسبة لي حاجز والحمد لله أني أنا عديتها. تمكنت خلال برنامج وثبة من تطوير عدد من المهارات الناعمة الأساسية، من أبرزها القيادة، التخطيط الإبداعي والاستراتيجي، المرونة والتواصل، العمل الجماعي. مهارة إدارة الذات قبل إدارة الآخرين، ومهارة اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ومهارة القيادة ألا وهي القيادة بفن. تعلمت وايد أشياء في برنامج وثبة. من المهارات اللي تعلمتها مهارة السرد القصصي، مهارة إدارة الوقت. نحن كموظفين طبعا عندنا مهارة إدارة الوقت، لكن لما تكون عندنا التزامات متنوعة مثل التزامات العمل والتزامات برنامج مثل برنامج وثبة يكون شوي فيه تحدي، فتعلمت مهارات جديدة كيف أني أنا أدير وقتي.